قبل ما نقرا عناوين الصحف مثل كل يوم بينضم لنا الدكتور جاسم عجائه الباحث الاقتصادي. صباح الخير دكتور واهلا وسهلا فيك. صباح الخير لإلك ست نتالي، للاستاذ عبده، شكرا للمشاهدين دكتور، الكرام، شكرا على دعوتكم وميرسي على البث اشتقنا لك، الصباحي لك زمان ما طلعت معنا. ان شاء الله. يلا ها نحن جاهزين ان شاء دكتور، الله. راح نبلش من الاخر. ارتفاع 8000 ليره عن 3900 بالصرف اللي سحب اطلقه سحب مصرف لبنان، قد ايه راح ياثر على الكتله النقديه؟ قد ايه راح ياثر بالوضع المشتريات عند الناس؟ تضخم اول شيء اذا بدك. لا ليك هلا، يعني معروف انه بس تسمحي بهيك شغله بدك تزيد الكتله النقديه، يعني صح، بدك تزيدي عدد الليرات مقابل الدولار دولار الامريكي، بالتالي شيء طبيعي انه بيطلع عندك تضخم. ولكن بدنا نشوف القصه مثل ما بقولوا، مثل ما هن شايفينها. يعني انا عم بشرح وجهه نظر. نعم. وجهه النظر هي انه نحن جايين على فتره عيد، في ضغوطات مارسوها المودعين، وبتعرفوا حضرتكم بواسطه يعني الحمله اللي كانوا عاملينها تيرفعوا سقف ال 151. صح. وفي الهيئه، يعني عرفتي كيف، فتره انتخابيه معينه، بقى في ضغوطات كثير كبيره ادت، عرفتي كيف، الى رفع هالامر هذا. والضغوطات يعني ما حدا مثل ما بقولوا غشيم عنا، يعني واضحة بالإعلام، بكفي يشوف الواحد الإعلام. أنا بعتقد أنه هاو أسباب، يعني مثل ما بقولوا دفعوا لا حتى أنه يطلع هذا التعميم، وهذا قرار للمجلس المركزي. ونحن بنعرف أنه الحاكم بمقابلته مع الست جوال من شي أسبوع وشوي، قال أنه يعني هو ما يعني مش شايف فيها إمكانية لتحقيقها، وبالتالي الهيئة أنه صار في ضغوطات معينة صارت وطلع. لا، الأساس تقدر جاوب على سؤالك أستاذ عبدو، الأساس نعرف أنه إذا ما عملت شيء، إذا ما في أي إجراءات لحتى تلجم التداعيات، أكيد في تداعيات حاصلة وبدها تصير. الإجراءات يلي حسب ما هني يخدينا بتتمحور حول انه صحيح انه هن رفعوا السقف ل 3000 او بالاحرى ل 8000 ليره، بس في عندك سقف سحوبات بيقولوا 3000 دولار، وسقف السحوبات هذا 3000 دولار منه لكل حساب، هو بيتغير حسب يعني حسب قد ايه قيمه الحساب، حجم صحيح الحساب حسب قيمه الوديعه. وبالتالي هذا بيعني انه ما راح يكون في نعمل القاعده الثلاثيه، عدد الحسابات ضرب قديش الماكسيموم اللي بيسحب له حتى يشوف الكتله النقديه، لا راح يكون في عندي مثل ما بقولوا سيطره الى حد معين. لانه وثاني شغله حطوها انه حطوه لحد حزيران، يعني هي بيرجعوا بيرفعوه ل 12000، عرفت كيف؟ ما هي هيك صايره الامور. ايه، مش هذه النقطة اللي بدي ابرزها ست نتالي، بدي ابرز نقطة ثانية، انه ليش لحزيران؟ حزيران هو شهر من بعد ايار، يعني من بعد الانتخابات النيابية. فإذا من المفروض بتشوفي انه الكالك شو بيقولوا، يعني انه عم بيحط الاجندة تبعولته على اجندة الاحداث السياسية، يربطها انه والله بس يجي المجلس النيابي الجديد خليه هو يقدر ياخذ القرارات اللي لازم ياخذها. عمليا على الارض المخاوف الاساسيه اللي بنخاف منها نحن، انه كل ليره رح تطلع بايدك، عرفت كيف، رح تروحي على السوق السوداء وتصرفيها مبيل الدولار. هيدي معروفه صح. بكل دول العالم. ست نتالي اللي عم نعيشه مش عم بيخلوا ليره بايدك؟ صحيح. إذا كان في هيدا الشيء بيؤدي لطلب كتير على الدولار، يعني ارتفاع لسعر الصرف حتى 8000 ببطل إلى قيمة. لا بس اسمحي لي، بدي كفي إذا بدي، لأنه أكيد. هذا اختصار اللي تفضلتي فيه، ما عم بقول لك إنه عنه إنه غلط، بس هذا اختصار لواقع معقد أكثر من هيك. نحن في عنا مشكلة، نحن اللبنانية مشكلة السقف العملي، وهذا نحن مش أول ناس بنمرق فيه. كل الدول، وهذه بالنظرية الاقتصادية يعني ندرسها،
انه بس واحد عملته تنضرب بحس بالإذلال بيصير اول ردة فعل عنده انه يتخلص من عملته لصالح عملات صعبة تانية، وهو بحد ذاته بيخلق مشكل. تاني نقطة بدك تعرفيها، زادت القدرة الشرائية عند المواطن، وبالتالي الملائكة يلي عم بيبيعونا سلع وبضائع بيقولوا لك هذا صار عنده قدرة شرائية إضافية، فإذا بدي امتص له إياها، بفيه رفع للأسعار تلقائي. فإذا إذا نلاحظ في عدة عوامل موجودة، من جهة عندك خففتي مثل ما بيقولوا الفقدين من قيمة الوديعة، لأنه كان عم يصرف على 3900 صار عم ياخذ على 8000، بينما السوق السوداء تخطى ال 20000. ومن جهة تانية بتشوفي أنت أنه رح ياخذ هالأموال ورح يرجع يروح يصرفهم بالسوق السوداء. فإذا في عدة عوامل متناقضة وبتخابط، مين اللي بده يربح؟ هل رح يطلع سعر صرف الدولار أو رح ينزل؟ الجواب هو بإيد الحكومة، الحكومة يلي ما بتجتمع، الحكومة يلي مختلفين على جنس الملائكة، وكل واحد بده يعمل اللي بده إياه. يا عمي الدولة بتندار من قبل السلطة التنفيذية، مكتوب بالدستور إنه الحكومة هي اللي بتحط السياسات العامة وبتنفذها. طيب لوين رايحين؟ يعني امبارح الزيارة اللي كانت لحاكم مصرف لبنان لعين التيني أنتجت هذا القرار هون، يعني كأنه الباب هو مجلس نواب وليس الحكومة مثل ما عم بتقول لاتخاذ قرارات. هيك عم بتصعبي علي ست نتالي، انا خاوف ما بعرف ايش فيه. نحن عم نحلل بال على ليلي بالشكل اللي شفناه. يعني دكتور هيدا الرقم بيدفع انه يضخوا اموال او ليره لبنانيه اكثر ورقيه عم بحكي بالسوق؟ لا، ما هو هذا هو اللي عم بحاول نقوله لحضرتك، لن بالمطلق اذا ما في اي قيود نعم، الجواب هو نعم وراح تزيد الكتله النقديه. وانا شخصيا كنت من الاشخاص اللي قالوا من الاساس انه يا جماعه انسوا موضوع ال 151، حرام عليكم انه لانه هذا بده يعمل كتله نقديه كبيره، روحوا وسعوا صحن ال 158، يعني خلي يكون المستفيد من التعميم 152 اكثر، وشو بدكم بال 151؟ بس الهيئه وحضرتكم بتعرفوا يعني وقت اللي صار في إشكالية على ال 151، وبالتالي اللي صار إنه تم إلغائه ورجع دعي فخامة الرئيس من بعد الضجة الكبيرة، دعي فخامة الرئيس لاجتماع ضم الحاكم وإذا ماني غلطان رئيس القضاء الأعلى بهالموضوع وانحلت القصة. فإذا في طلب على الأرض لهذا التعميم، والمودعين يعني هن طالبوا، جمعية المودعين والمدافعين كانوا عم بيطالبوا برفع قيمة ال 151، والسياسيين شفناهم يعني إذا ما في قيود أكيد رح يرتفع، رح ترتفع الكتلة النقدية، ورح يكون مثل ما قلت لكم اقتصاديا الآلية بتتمحور حول يعني شقفتين. أول آلية الشخص رح ياخذ الليرة رح يروح يصرفها بدولار السوق السوداء مقابل دولار السوق السوداء، وتاني آلية التجار رح يشوفوا انه عندك قدرة شرائية رح يرفعوا الاسعار تلقائيا. فاذا هذه العملية يعني هذه ما فيها سيطرة عليها، السيطرة هي بس على عدد الاوراق يلي ممكن انك تطبعها. وهون بحسب التصريح اللي شفته امبارح الهيئة حاسبين على الأد قديش رح يطبعوا شهريا بالتحديد ك زيادة بالكتلة النقدية. ايه بس كلفة طباعة الورق بتكلف، يعني بتكلف أكثر من قيمة الورقة. بعد الـ يعني 5000 أو 1000 أو 10000 يمكن بتكلف أكثر. رح يطبعوا أغلى. هذا حكيت عنه هذا الموضوع أنا أستاذ عبدو، رح أقول لحضرتك هو بالأساس كانت ورقة الـ 1000 ليرة تكلف 30 ليرة لطبعة. نعم. هلأ هال 30 ليرة هاو نحن بندفعهم كنا بالدولار او يعني بال يعني بس ما يوازي هيدا الشيء بالسنتات يعني. فهن شو قاموا عملوا حتى يقولوا؟ عملوا عمليه ثلاثيه، بتضرب 20000 ضرب 30 قسمي 1500 حتى تطلع الرقم، بيطلع لك شي رقم 400 ليره صار. يعني عرفت كيف 1400 ليره صارت انه مثل كانه قيمتها للعمله اقل من كلفه طباعتها. اكيد هلا هون بدي خبرك خبريه، في عده عوامل ما حدا بيعرف القيمه الكلفه المضبوطه، هذه تخمينات. عالميا قيمه طبع العمله بتكلف بين 3 ل 8% من قيمتها. نعم بس تبلش قيمتها
عفوا كلفة طبعة تتخطى قيمتها، بنصير نتخلى عن العملات الصغيرة ونطبع العملات الكبيرة أو أوراق كبيرة. وهون كان في تصريح للحاكم بيقول فيه إنه ما راح يطبع، وهذا قرار مش وارد بالوقت الحالي من ناحية طبع أرقام كبيرة. الكمية اللي بتطبعها والفئة الورقة بيأثروا بالكلفة، فإذا ما بنقدر نعرف إذا كانت بتوفي إنك تطبع أو ما بكفي إنك أو ما يعني بتوفي إنك تطبع. ولكن شوف الجرم وين أستاذ عبده بهاللعبة هاي، إنه ما عم تلزم أنت تجار وأصحاب مهن ياخذوا منك بواسطة البطاقة المصرفية حتى تتفادى كلفة الطبع عم بتأدي للانهيار، لا بدك تتركه للواحد على ذوقه، انه والله ايه روح ادفع لي كاش، ادفع لي كاش، عم بيروح بجيب الكاش، ويا ريت هذا الكاش عم يحتفظ فيه هو، لا مثل ما بيقولوا لمصاريفه، لا عم بيروح تلقائيا يشتريه. يحوله بالسوق السوداء، وهذا يعني مؤسف مؤسف. نعم، حضرتك عم تقول ما بدهم يطبعوا ارقام صغيرة عاليه يعني. عاليه بالورقيه، يعني ما راح نشوف مثلا يعني 250 أكثر الف. من 100 ألف ما راح يكون فيه يعني، ما في قرار بهذا المجال برأيك، خاصة لا إنه بطل إلى قيمة المئة مش ألف انا يعني اللي قلت حتى. إيه ست ناتالي استاذ عبده، مش انا اللي قلت هذه، عم بنقول انا لا 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 لا، عرفت، مش نحن أنت عم اللي نقول قلت التحليل، التحليل بخلال يلي شو عم نحكي قيل فيه، يعني. إيه التحليل أكيد، عم نحكي لك فيه. يا ريت القرار بإيدك يا دكتور، كان في كتير أمور الله انحلت يمكن. يخليك استاذ عبده، طبع نعم العملات الارقام الكبيره مؤشر سلبي جدا جدا جدا، وهذا أوكي. خطر كثير خطر. بس تبلش تشوف عملات فوق ال عالية. 100 ألف 200 ألف وهيك، هذه علامة كثير خطرة، يعني معناتها مثل ما بقولوا صرنا تقريبا بمستويات عم نقارب فيها فنزويلا من ناحية التضخم، لأنه المشكلة الكبيرة لما بتصير تطبع أوراق بالمليون، بكرة بتصير تطبع 10 مليون، اللي بعدها 100 مليون، آخر شيء تصير تطبع أوراق مليار، يعني ما بعود في عندك مطرح تحط صفار. لذلك بس هون دكتور، عملية اذا بدنا كثير نعمل مقارنة، طب نحن بالسابق كانت الليرة إلى قيمة، بعدين بطل إلى قيمة، وصلنا 1000 و5000 و10 وطلعنا، ورجع بالثمانينات عم رجلج نحكي. وضعه الاقتصاد اللبناني، ما بعرف اذا رجلج ام رجلج بطريقة سياسية. هل ممكن اليوم نقدر نطلع من هالأزمة مثل ما طلعنا ايام يعني اخر الثمانينات بداية التسعينات، وكيف ترجلجت الامور؟ صحيح، يلي عايش هالفترة هذه بيعرف انه بأوائل التسعينات تقريبا صار في عندنا هالمشكلة الكبيرة، كمان زاد الشيء بالثمانينات، ورجعنا أواسط للمنطقة الثمانينات كمان. صح كمان بال 84 83 صح 84 صار في تضخم، بس كانت فترة حرب ما فينا نحكي فيها، يعني ما فيك تقارنها، فيك تقارن فترة ما بعد التسعين هذيك اللي صار ب 92 قصدك؟ نقدر نطلع ايه 92 93 92 صار في تضخم نعم كثير كثير كبير، وبهذاك الوقت وصل للدولار ل 3000 صحيح، و3000 بشكل جنوني، يعني يا ريت بعد ما بيرجع ل 3000. ايه صار حلم 3000. بهذاك الوقت ما كان عندك المال اللي عندك اياه اليوم، عشان هيك مثل ما بقولوا يمكن تكون نسبيا التداعيات هي زيتها. بس على كل حال نعم، الاشكاليه الكبيره بهذا او بالاحرى المفتاح الخروج من الأزمة هو الاستثمارات. ست نتالي رح أعطيكي معادلة هذه يمكن قليل ما تسمعيها بهالتبسيط هذه. نعم. البني آدم ما بيقدر يعيش بدون ثبات بالأسعار. صح. ثبات الأسعار هو أساسي. ثبات الأسعار جاي من وراء أو عنصر أساسي منه هو الثبات النقدي. الثبات النقدي ما فيك تضمني إلا إذا كان في عندك نمو اقتصادي مثل ما بقولوا ثابت، يعني كل سنة 2% 3%، النمو الاقتصادي لا يمكن تقدر تستحصل عليه إلا إذا في استثمارات. الاستثمارات ما فيك تقدر تستحصل عليها ما طولك مش عامل استقرار إصلاحات، سياسي. ما فيك ما طول عامل مشاكل مع كل الناس. فإذا شفتي المعادلة قديش سهلة، نعم استثمارات، نمو اقتصادي، ثبات نقدي، ثبات بالأسعار. هاو إذا بيقدر حدا يحل هالمعادلة، المعادلة مربوطة عند السياسيين، يعني القرار هو سياسي وليس اقتصادي، الحلول التقنية اقتصاديا موجودة، يعني ما فيها ما فيها ما مثل في ما اثنين بقولوا بيختلفوا معجزة. عليا، بس بده يكون في أجواء سياسية. صحيح، والخروج من الأزمة، شو اللي صار بالتسعينات حتى خرجت من الأزمة؟ راح صار في عندي ظاهرتين، أول شيء استديني
لحتى اعمل مشاريع بنى تحتيه، وهذا هل ضخ الاموال جاب من العمله الصعبه من الخارج. اثنين، صار في استثمارات خليجيه هائله بهداك الوقت، وهذه الاستثمارات اكيد بترجع بتامن الثبات تبع بس الاستدانه وصلتنا لهون. اكيد هذا صار هذا صار اللي عم نحكي بالسياسه. ايه اسمح لي استاذ عبدو، لانه هون كمان الاستدانه بيصوروها بشكل مشوه وليس بشكل صحيح. اذا بدك تتدين تعمل استثمار وتتعمر بيت او تتعمل بزنس او تشتري سياره تخدمك بشغلك، بالعكس الدين هو رافع بالعكس بتشجع عليها، هذا اللي بيخليك تصير تعمل تعظيم. لا بس ما صارت استدانه خاصه وقتها، ما عطوا للشعب. لا بس اسمح لي، لا مش عم نحكي عن الشعب، عم كدوله. انا كدوله كدوله لا لا لقيام الدوله بدها تتعمل عمليات استثماريه مثل مثلا طرقات، كهرباء، مي، ما بعرف شو عملنا منهم. هذا الامر بيخليك الاستدانه بتكون رافعه، ولكن اذا صرت مثل ما صارت بالفتره الاخيره تتدين تتصرف، هاي المشكله. هون صارت صح. مشكله كبيره. الاستدانه بالمطلق منا سيئه، هي بالعكس، انت لما بتتدين استاذ عبدو يعني معناتها في عندك امل بالمستقبل، يعني انت بس تدينا للكهرباء وني الكهرباء، تدينا للمي والسدود وني، تدينا لكثير من الامور لنحسن البلد. هذا هو السؤال، من هون عم نحكي عن الاستدانه. بروفيسور عجي شكرا لك، الى لقاءات مقبله ان شاء الله. بنقدر نمون يعني وين راحوا المصاري؟ اكيد حضرتك بتعرف، يعني بدي نساله. البلد كله صار بيعرف، مش بس نحن يا دكتور. مع انه كان ماشي والشغل ماشي بالتسعينات، البلد يعني ماشي كان. شكرا لك الباحث الاقتصادي جاسم عجاء، يومك مبارك. شكرا لك.